بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: متى يخرج الداعية من دائرة أهل السنة والجماعة؟ إذا كان يدعو إلى الضلال، يدعو إلى الشرك، يدعو إلى البدع، يدعو إلى الشر والفتن، يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة ويصير من دعاة الضلال، لأن الدعاة على قسمين: دعاة الحق ودعاة الضلال.